طبعا مباشره نور بخليس اطلعونا عن احوال الطقس لهذا اليوم. لن نحتاج الى التطبيقات بوجودك معنا. صباح الخير. يعني ساعتها الموضوع صار اصبح اكبر من حجمه، يعني بالفعل يعني التطبيقات هي قويه ومهمه جدا في عالمنا، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا والهواتف الذكيه، يعني اصبح بسهوله تنزيل تطبيق بحاله الطقس ومعرفه ايضا، لكن مجريات وتداعيات العواصف والامطار والفيضانات لن تستطيع ان تطلعكم عليها وسائل مختلفه او تطبيقات. لكن دعونا نتكلم اليوم عن الأحوال المتقلبة خصوصا في دول منطقة بلاد الشام. يعني تشهد دول منطقة بلاد الشام أجواء مغايرة غير مستقرة وحالة شديدة من عدم الاستقرار في الجو. هي ليست كطبيعتها بمثل هذا الوقت من العام، خصوصا أنها تتأثر منذ البارحة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة. يعني تحدثنا الأسبوع الماضي عن تداعيات الموج الغبارية القوية التي طالتها والفيضانات والسيول طالت العقبة والبتراء والمنطقة البحر الميت. شاهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي أسماء ومراد كمية السيول والأمطار الغزيرة طالت المنخفض منذ فترة ليست كنا نتكلم عنها يوم السبت الماضي في حصاد الطقس مراد، لكن يبدو أن نمط الطقس والتغير في حالة الجو تتعرض مجددا لدول منطقة بلاد الشام. تفاصيل كل ذلك معي بالفقرة التالية. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ معكم من الأجواء المضطربة كما ذكرنا مع أسماء ومراد التي تطال منطقة بلاد الشام منذ البارحة، حيث سيطرت حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على معظم دول منطقة بلاد الشام. بدأت بتتأثر بمعظم المناطق الغربية من سوريا ولبنان بها منذ ساعات ليل البارحة، وذلك بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء، لتسود أجواء باردة في ظل انخفاض ملموس على صعيد درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. هذا بالإضافة لتشكل السحب الركامية الماطرة الرعدية في بعض الفترات، حيث تمتد لتصل وسط وشرقي الأردن وكذلك شمال فلسطين. وعليه تم تعليق دوام المدارس البارحة في قضاء الرويشد بالأردن ومحافظة العقبة ولواء القويرة وقضاء الديسة نتيجة سوء الأحوال الجوية، متمثلة بنشاط كبير لسرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة لموجات كبيرة من الغبار الكثيف في البادية الشرقية. كذلك حذرت مديرية الدفاع المدني للمواطنين بأخذ كافة الاحتياطات والحذر من الأجواء المرتقبة في الأردن تحديدا، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة نظرا لغزارة الأمطار وتشكل السيول، بالإضافة إلى الإقلال من الحركة على الطرق الخارجية نتيجة إثارة الغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير. في المقابل تأثرت المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية أيضا بموجات غبار كبيرة نظرا لنشاط هبوب الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية، وذلك مع هبات قوية على فترات مثيرة هي الأخرى للأتربة المتطايرة مسببة تدني الرؤية الأفقية بشكل لافت خصوصا على الطرق الخارجية والمكشوفة، لتصل إلى وقع 1000 متر على الأقل وربما أقل من ذلك لبعض المناطق. وعليه سوف تطال موجات الغبار الكثيف الجنوبي شرقي العراق وكذلك الكويت في غضون 24 ساعة القادمة. هذا وبالتزامن مع اشتداد سيطرة الأمطار الرعدية في غربي وشمال غربي المملكة اليوم الثلاثاء، وقد تمتد غدا لتطال المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من دول منطقة الخليج العربية ومنها شمال قطر وسلطنة عمان، بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة لبقية المناطق متخطية حاجز 40 مئوية. ولكن نسب الرطوبة المتدفقة مشاهدينا الكرام من السحب الماطرة ستعمل على انخفاض نسبي في درجات الحرارة غدا الأربعاء لتصل العظمى في مسقط إلى 34 درجة مئوية، بينما لا تتعدى الصغرى في الدوحة 27 درجة مئوية متوقعة. نصل معكم الآن إلى أجواء شمال قارة أفريقيا، تبقى ماطرة بالتفرق لتؤثر على الجزائر وتونس، وأكثر غزارة رعدية متوقعة على معظم أرجاء المغرب. هذا ومع درجات حرارة تميل برودة وتصل الصغرى في الرباط إلى 20 درجة مئوية متوقعة. ونصل معكم ونتحرك بكم مشاهدينا الكرام إلى أجواء آسيا وتحديدا من الصين، حيث تسببت عاصفة قوية